ضمن خطة مديرية زراعة نينوى بمتابعة كافة الشعب الزراعية في المحافظة، قمنا هذا اليوم بزيارة إلى ناحية النمرود وإلى شعبة النمرود. حقيقة كانت بداية زيارتنا إلى مقر ناحية نمرود، والتقينا بالأستاذ العزيز الأستاذ أحمد عبيد مدير الناحية. طبعا كما هو معروف أنه مدير الناحية من الأشخاص حقيقة داعمين جدا إلى الزراعة بشكل عام وإلى زراعة النمرود بشكل خاص، وهناك متابعة شخصية من قبله لدعم قطاع الزراعة في الناحية. فيما يتعلق بناحية نمرود، كما هو معروف مساحات الموجودة في الناحية بحدود 130 ألف دونم، موزعة بحدود 103 ألف دونم لزراعة الحنطة وحدود 27 ألف دونم لزراعة الشعير. طبعا احنا اناشد الفلاحين الموجودين في المنطقه، طبعا عددهم بحدود 750 فلاح في الناحيه، مراجعه الشعبه بشكل مستمر لغرض متابعه اخر التطورات الموجوده في عملنا وعمل الشعبه، متابعه موضوع مراجعه لموضوع استلام الاسمده، المبيدات، كذلك موضوع الشعير العلفي لمربي الثروه الحيوانيه، بالاضافه الى الوقود. نتامل ان شاء الله ان يكون هذا العام عام خير ايضا مثل العام الماضي إن شاء الله، وتكون نسبة الإنتاج والتسويق إن شاء الله يكون عالي لكي نحافظ على شعار نينوى هي سلة خبز العراق. شرفنا بزيارة الأخ والأستاذ والصديق أستاذ دريد مدير عام زراعة نينوى، والأخوة المرافقين والأخوات في ناحية النمرود بحضور الأستاذ مدير زراعة النمرود. طبعا نشكرهم على هذه الزيارة القيمة والمثمرة لمنطقة النمرود. مديرية زراعة النمرود تقدم خدمات مميزة للفلاحين في هذه المناطق، كما كانت لهم جهود مميزة بالاشتراك مع الدفاع المدني وجهود الأستاذ دريد أثناء فترة الحصاد والحملة وأثناء فترة الحرائق. حاليا مديرية الزراعة بالإضافة لدائرة زراعة النمرود تقدم خدمات فيما يخص موضوع المبيدات وكذلك السماد، وقبلها كانت فترة البذور، وهناك خدمات أخرى فيما يخص موضوع الوقود للفلاحين. نأمل أن يكون سنة خير هذه السنة، والأمطار ما شاء الله أمطار جيدة، ونأمل أن يكون حصاد جيد لهذه السنة، ونرحب مرة ثانية بالأخوة.